لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم كان لهم طريقة في التعامل مع قصص القرآن. كانوا لا يفرقون بين قصة كانوا هم مقصودين بها أو كانت حكاية عن أمة سابقة، وكانوا يضعون أنفسهم دائما في موضع أصحاب القصة، لذلك كانوا ينتفعون بالقصص. بمعنى أنهم مش كانوا مثلا دي قصة بني إسرائيل بهذه قصة بني إسرائيل، ماليش دعوة أنا أتكلم عن بني إسرائيل، أو قصة معينة ثانية ينزلونها فقط على الحديث أو على السبب. اللي بيعمل كده ما بينتفعش بالقصص، لكن الصحابة الكرام كانوا ينزلون المعاني على أنفسهم تماما، بل كانوا ينزلون المعاني التي وردت في الكفار على أنفسهم، رغم أنهم ليسوا بكفار قطعا، لكنهم كانوا يرون أن طالما ربنا ذم أمرا حتى لو في كافر، فإن كان في المسلم نصيب منه فهو أيضا مذموم. ممكن المسلم مش هيعمل زيه بالضبط، بس هيعمل حتة منه، الحتة دي مذمومة، على قدر ما هي كانت مذمومة في الكافر يبقى هي مذمومة جزئيا في المؤمن. لذلك عمر رضي الله عنه مثلا كان تعلمون أن عمر كان متقلل جدا في الدنيا، كان يعني يتقلل في الطعام خاصة في أطيب الطعام ونحو ذلك، كان يضيق على نفسه، كان هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. فكان إذا قيل له ذلك قال لقد رأيت الله ذم قوما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هو طلع بإيه من الآية دي؟ أذهبتم طيباتكم. كان يرى أن التوسع في الدنيا يقلل من أجر الآخرة، أو هو أجر معجل في الدنيا، يعني لما ربنا يدي لك في الدنيا ده جزء من أجر الآخرة، فكان يجتهد رضي الله عنه ويقلل من الدنيا حتى يبقي لنفسه الأجر الكامل في الآخرة. كذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه كان يعني قرأ للصحابة الكرام قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية دي جاءت في سياق سورة المائدة، وكان الكلام على بني إسرائيل، فلما قرأ عليهم هذه الآية قالوا يا حذيفة إنما نزلت في بني إسرائيل، فقال نعم الإخوة لكم إذن بنو إسرائيل، لكم كل حلوة ولهم كل مرة. يعني ده بقى أخ مية مية، هو يشيل الزلط وانت تاخد الحياة الجميلة، بس تنقي انت من القرآن الآيات الحلوة دي تبع بتاعتنا، الآيات اللي فيها ذم قصدي بقى بتاعت بني إسرائيل، ده أخ مية مية يشيل عنك كل حاجة. فبيقول نعم الإخوة لكم إذن، ده يبقى لو هو بيشيل كل، لو هو بيشيل دايما الإيه الحياة المشاكل ده يبقى أخ مية مية، لكن هي مش كده، إنما نزلت نعم في بني إسرائيل كسبب، لكن العمل عليها على الجميع، واضح؟ فكانوا يتعاملون بهذه الطريقة، يقول نعم الإخوة لكم إذن بنو إسرائيل لهم كل حلوة، لكم كل حلوة ولهم كل مرة. فالصحابة الكرام ما كانوا يتعاملون بهذه الطريقة، كان ينزلون كل قصة على الواقع بتاعهم ويشوفوا إيه الذم حصل في أنهي حتة، ثم ينزلون هذا الكلام على أنفسهم ويطبقوا الموضوع دوت على أنفسهم. ليه؟ لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لتتبعن سنن من كان قبلكم، صح؟ طيب إيه هو سنن من كان قبلنا؟ هو ده، هو قصص بني إسرائيل، تطلع من إيه؟ من قصص بني إسرائيل تعرف هم كانوا بيعملوا ايه، وانا هتبع ازاي هتعمل زيهم. طب ايه زيهم دي؟ ايه هي؟ ايه هو اللي زيهم ده؟ هتعرفه منين؟ من القصص. وما هتعرفه منين؟ فبالتالي لما انت تفهم القصص تعرف هو ايه السنن بتاعهم، ايه الطريقه بتاعتهم، تستطيع ان انت تتجنبها وتتفادى السنه اللي هتحصل دي، ان الامه سيكون منها من يتبع سنن من كان قبلنا حذو القزه بالقزه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يعني أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ. وهذه العقوبات إنما نزلت على الأمم
التي كانت قبلنا، القذف والخسف والمسخ، إنما كان في الأمم التي قبلنا. طبعا يكون ليه فينا لازم تقرأ تشوف اللي حصل فيهم كده حصل ليه، علشان تعرف الأمة دي إذا ابتليت بالخسف أو القذف أو المسخ سيكون بماذا. هم سألوه قالوا متى رسول الله؟ قال إذا ضربت المعازف وإذا ضربت المعازف وظهرت القينات، يعني الراقصات والمغنيات. قال وشربت الخمور، معازف رقص وغنى خمور، إذا اجتمعت أو إذا وانتشرت هذه الثلاثة في الأمة حصل في الأمة الخسف والقذف والإيه والمسخ. فأيضا من أهمية تفاعل الصحابة مع القصص ديت إنهم كانوا بيتعاملوا مع اليهود، وما زالت الأمة تتعامل مع اليهود إلى يومنا هذا. أنا دلوقتي عايز أتعامل مع عدو، العدو دوت خبيث ماكر، صفاته غير ظاهرة، ويستطيع أنه يتلون. طب أنا أعرفه منين؟ أعرفهم برضو من إيه؟ من قصص القرآن، تعرف صفاتهم كلها، وصفاتهم لا تتغير، لا تتغير. لذلك القصة التي بين أيدينا اليوم بدأت بسؤال، وهذا السؤال تم توجيهه مباشرة إلى بنو إسرائيل، وكان السؤال غرض التوبيخ والتقريع والفضيحة. ليه؟ إنهم كانوا بيخبوا دايما الإيه؟ القصص ديت اللي في قصة اللي انتهت بمآسي بالنسبة لهم، زي بقرة بني إسرائيل وزي القصة التي بين أيدينا اليوم، كانوا يخبوها ما يقولوهاش لحد أبدا، علشان ما يتفضحوش وما يتعرفش إن أسلافهم اللي هم قاعدين يقولوا ونحن أبناء الله وأحباؤه. فربنا رد عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. ممكن يقولوا عذبنا فين؟ ما عذبناش. طب تعالى بقى، تعالى أحكي لك عذبكم إمتى؟ عذبكم يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. فكان السؤال سؤال مباشر ليهم بغرض التقريع والتوبيخ والفضيحة. طب إيه يتفضحوا ليه ويتوبخوا ليه ويحصل تقريع ليه؟ لأن اللي بيتسألوا دول عندهم نفس الصفات اللي عند اللي حصل لهم المشكلة التي سنتكلم عنها اليوم، والناس اللي بيكلمهم دول راضيين عن أسلافهم على ما هم عليه ومقرين بما فعلوا ولا ينكرون فعلتهم، فتحملوا نفس الإثم وعوتبوا بنفس العتاب، وكانوا يستحقون العذاب كما استحقه الأسلاف. فكانت قصة أصحاب السبت التي بين أيدينا بدأت بقول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. طيب احنا قلنا الأول واسألهم دي، السؤال ده سؤال قلنا ايه؟ سؤال تقريع توبيخ عتاب فضيحة. ليه؟ لأن هم كانوا بيخبوا القصص دي بيحكوهاش لحد أبدا ولا يقولوها لحد لأنها فيها فضائح بني إسرائيل. هم عادين يتمنظروا نحن إحنا شعب الله المختار، إحنا أبناء الله، إحنا أحباء الله، إحنا 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 جيل، إحنا ناس مميزة، وعمرنا ما حصل لنا وربنا بيحبنا. حبك فين؟ تعالى تعالى. فعارف قصة أسلافكم اللي عملوا يروح بقى يسكتوا خالص، عارفوش الكلام، هتنكر إزاي؟ هات التوراة طلعها لك من التوراة. فيحصل يعني أنهم يصمتون تماما. الشاهد أن بنو إسرائيل، أن يهود بني إسرائيل كانوا دائما ما ينكرون هذه القصص، لذلك كل القصص اللي جات فيهم يعني كانت بالنسبة لهم صادمة ولم ينكروها ولم يستطيعوا أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المهم في اللي أنا قلته دلوقتي الآية الأخرانية اللي هي قول الله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. طب إزاي يبعث عليهم من يسومون سوء العذاب؟ هم خلاص بقوا قردة وخنازير وماتوا. اللي هم لو احنا بنتكلم على القصة يبقى الكلام هنا مش على الناس اللي في القصة، الكلام على مين؟ على كل اللي بعدهم، أبنائهم وأبناء أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يوم القيامة. طب ربنا يعذبهم ليهم ومالهم ومال السبت ومال القصة ديت؟ وليه ربنا يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة؟ لأنهم رضوا بفعل أسلافهم، لأنهم لم ينكروا
فعل أسلافهم، لأنهم فيهم نفس الصفات بالضبط التي في أسلافهم، فاستحقوا أن يعاقبوا بمثل عقابهم إلى يوم القيامة. ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن في بعض الأزمنة أن سيكون هناك أمراء يعني يفعلون منكرات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قال: سيكون في أمتي أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن اللي شلتهم من رضي وتابع. قال: فهو هالك. كذلك كل من جاء بعد أصحاب هذه القصة لم ينكروا حتى على أجدادهم ما فعلوا، بل يعني يدافعون عنهم ويرضون بفعلتهم، ولو عادت الكرة لفعلوا مثل فعلتهم مرة ثانية. لذلك تجد في القرآن دائما ربنا يقول: قل فلما تقتلون أنبياء الله، ما قالش قل فلما قتلوا أنبياء الله مثلا، بيقول لهم هم اللي قتلوا الأنبياء، لا، طب ليه يتهمهم هم اللي قتلوهم؟ لأن هم راضين باللي حصل دوت، لا ينكرون ذلك، ولو كانوا مكان آبائهم لفعلوا مثل فعلتهم. واضح؟ فلذلك ربنا مثلا في سورة كسورة الشمس، لما تعلمون أن الذي عقر الناقة واحد، صح؟ فقام أشقى القوم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أشقى القوم والذي قام وعقر الناقة، إذ انبعث واحد بس أشقاها، صح؟ لكن ربنا قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. طب هو واحد بس اللي ذبح الناقة دي؟ لا، كلهم ذبحوها. ليه؟ لأن هم اللي شجعوه، هم اللي وزوه، وهم اللي حرضوه، وبعد ما ذبح هم اللي رضوا بذلك، وكمان عملوا بطل قومي، فربنا عذبهم كلهم. يبقى أنا لما أشوف القصة دي لازم أولا أنتفع، أستفيد، ولما أشوف حتى لو أنا بعيد تماما عن واقع المنكر اللي أنا اللي هنتكلم فيه ده دلوقتي، ممكن ما كنش بعيد بسبب أن أنا ممكن بشوفه وراضي بيه ومش مزعلني في حاجة أنا بعملوش، بس أنا شايفه وراضي. أول القصة بتقول لك اللي شايف وراضي حتى لو ما بيعملش شريك في الإثم، من أول كلمة عرفناها: واسألهم. واضح؟ طيب، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. طريقة القرآن كما بيناها مرارا طريقة رائعة، الإعراض عن كل ما لا يفيد. إيه هي القرية؟ إيه هو البحر؟ اسم القرية إيه؟ اسم البحر إيه؟ الناس اسمهم إيه؟ هذا كله لا يذكر القرآن، والانشغال بمثل هذا مضيع للوقت، لأنه لا يترتب عليه عمل. والقرآن قال تعالى: نحن نقص عليك إيه؟ أحسن القصص. وأحسن القصص هو كل كلمة فيه نافعة، وما كان فيه من كلمة لا تفيد فإنه لا يذكر، لأن القرآن يعني كله منافع ومصالح. فإذا كان ذكر الاسم مفيد ذكر، وإذا كان الاسم لا يفيد في مجرى القصة أو لا يترتب عليه عمل، فإن القرآن يعرض عنه اختصارا للتفاصيل وتركيزا على المصلحة والفائدة. طيب، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية عايشين على البحر، يبقى شغالين في الصيد والسمك والكلام دول. إذ يعدون في السبت، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. خلينا الأول نقف مع كلمة السبت. إذ يعدون في السبت، يعدون مش يعني بيجروا، يعني يعدون يعني ايه؟ يعتدون، يتجاوزون الحد، يعصون يوم السبت. ايه مشكله يوم ايه السبت من الثلاث من الاربع؟ تفري يعني؟ وليه تسموا اصحاب السبت مش اصحاب الاربع؟ ما السبت ليه قصه، السبت ليه قصه. نفهم الاول ايه قصه السبت ثم نتطرق الى المعصيه. كان الامر ان اليهود وكذا النصارى، الله سبحانه وتعالى شرع لهم في اول امرهم وعلى السنه انبيائهم تعظيم يوم الجمعه، فاختلفوا على أنبيائهم وجادلوا في ذلك ولم يستقيموا ولم يرضوا وتمردوا، فعوقب اليهود بأن نقل التعظيم إلى يوم السبت، وعوقب النصارى بأن نقل التعظيم إلى يوم الأحد. والسبت ليس بمعظم والأحد ليس بمعظم، إنما الفضيلة كلها في يوم الجمعة. وهديت هذه الأمة إلى يوم الجمعة ورضت به وسلمت، فكانت مكافأة لها أن أبقى الله لها هذه المزية وهذه الهدية. لذلك قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق
بإذنه. وقال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لاحظ أن السبت ده ما كانش هدية، إنما كان عقوبة، عقوبة. وأصلا تعظيمهم للسبت عقوبة ليهم، لأنهم أضلوا عن يوم الجمعة. والدليل في الآية: إنما جعل السبت على، صح، على الذين اختلفوا فيه، مش للذين ايه، ده مش هدية، ده على، يعني دي حاجة على، يعني عقوبة ليهم، مش مزية ولا ايه ولا منحة. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وهو بيتكلم مع الصحابة، فقال للصحابة الكرام: هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يشير إلى يوم الجمعة، بيقول يوم الجمعة اللي انتوا واقفين فيه ده، اللي انتوا عايشين فيه ده دلوقتي، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، هدانا الله له، فاليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى، وبعد غد للنصارى. طيب، إيه اللي حصل بقى يوم السبت؟ أول حاجة نقل إلى تعظيم يوم السبت وصرفوا عن يوم الجمعة. بعد كده ربنا شدد عليهم أكتر من كده، لأن اليهود غير أنهم اختلفوا في اليوم الجمعة، كانوا يعني عازفين عن العبادة، أقل الناس عبادة، أكثرهم لا يؤمنون، منشغلين بالدنيا ومنهمكين في الربا ومش عارف إيه، مسألة العبادة دي عندهم إيه يعني على هامش المؤتمر. فعوقبوا وشدد عليهم، وحرم الله عز وجل عليهم العمل تماما يوم السبت. دي زيادة بقى، يعني هم عظموا السبت وليس بمعظم، وتحرم عليهم كمان العمل يوم السبت. ليه تحرم عليهم السبت؟ لأنهم كانوا مقصرون في العبادة، أمروا أن يعبدوا الله يوم السبت، طول اليوم تعبد ربنا يوم السبت، وحرام تشتغل ولا تعمل أي حاجة يوم السبت. شوف بقى الكلام، شوف فالفرق بين هذه الأمة المقصرة وبين هذه الأمة المرضي عنها من رب العالمين، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة المرحومة حرم عليها العمل ساعة من النهار، ساعة واحدة بس، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. خلص كده التحريم كله، ساعة واحدة، ساعة واحدة اللي الناس كمان مستخسرها، عشان تعرف ربنا رحمك قد ايه. في امه لا تعمل يوم السبت الى الان، اليهود الى الان لا يعملون يوم السبت، لا مؤتمر ولا ندوات ولا اجتماعات ولا سفر ولا اي، لو الدنيا تهدت وتشالت عمرهم ما يشتغلوا يوم السبت ابدا ابدا. واضح؟ فانت ربنا اكرمك، واليوم اللي هو معظم واللي هو اصلا يوم الحق نفسه، الجمعه نفسه، يتحرم عليك العمل ساعه من النهار. في ناس مش قادر يمسك نفسه في الساعه دي، الاسواق كلها شغاله بعد نداء الجمعة، والناس كلها في بتبيع وتشتري عادي بعد نداء الجمعة، واللي في شغله قاعد في شغله بعد نداء الجمعة، واللي قاعد في البيت قدام التلفزيون قاعد. ده اللي بيبيع بقى يعني أرحم، ده يقول لك أنا باكل عيش وحرام والبيع حرام. طب اللي قاعد قدام التلفزيون واللي نايم واللي بيفطر واللي لسه بيستحمى، إيه ده؟ ساعة يا جماعة، ربنا رحمنا. إحنا بقى يعني بنستنكر الرحمة ديت، ولو ربنا شدد علينا، مش هيشدد علينا بتشريع جديد خلاص مفيش تشريعات، لكن سيشدد علينا بالبلاء والفقر وضنك المعيشة وضيق الرزق وغلاء الأسعار والحر وشدة الحر وشدة البرد. ماذا ننتظر؟ إذا كان ربنا حرم علينا العمل ساعة واحدة في الأسبوع كله، وإحنا خليناها 10 دقايق، يجي على الإقامة، يجي على الركعة الثانية، يجي في نص الخطبة الثاني، ما يجيش خالص. وبعدين ده اليهود بس اتعملوا كده، اتحرموا من يوم الجمعة كله. ألا تخشى أن تحرم أنت من يوم الجمعة؟ تحرم أنت لوحدك، ربنا يصرفك عن تعظيم يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع متعمدا طبع على قلبه. تخيل بقى، يطبع على قلب الإنسان فلا يفقه ولا يفهم ولا يهتدي، فالإنسان يحذر. المهم يعني أن هم تصرفوا، هم بقى اليهود بقى نيلوا الدنيا أكتر، عملوا إيه؟ قالوا انت تحرم علينا عمل السبت، ما دي فضيحه، خد بالك. هم دايما عايزين ينكروا فضايحهم. طب الفضيحه دي ينكروها ازاي؟ زي ما كان كل سبت بياخدوا اجازه قدام الناس. قالوا انت بتاخدوا السبت اجازه ليه؟ قالوا لهم احنا بنقتدي برب العالمين. ازاي؟ قال لك ربنا خلق الدنيا من الحد للجمعه وتعب واستريح يوم السبت، فزادوا على كفرهم كفرا فوق الكفر، وقالوا عن الله انه تعب وأنه احتاج للراحة فاستراح يوم السبت، وإحنا بنقلد رب العالمين وبنستريح يوم السبت. ده أنت منيل على عينك بالتعاقب كمان، بتكفر بالله علشان تنكر الفضيحة دي.
بتزود المشكلة. حاجة غريبة جدا، بص دماغهم أغبية جدا. عشان كده هنشوف برضو في قصة السبت، يعني ربنا عمل فيك كده عقوبة، تروح انت عاككها اكتر. طب انا هصطاد برضو يوم السبت، طب انا هحتال عليك. يا سلام، تحتال على ربنا؟ طب تعالى بقى. حاجة غريبة جدا، يعني عقول أغبية، يعني ربنا عاقبك تروح انت مزودها. هو اصلا السبت عقوبة، والمنع العمل فيه عقوبة، تروح تقول ان دي مش عقوبة؟ لا، ده ربنا هو اللي تعب وبيستريح، يبقى انت تستاهل بقى. يستاهلوا كلهم، لا بعثنا الله عليهم الى يوم القيامة. هم مش هم دلوقتي اليهود اللي دلوقتي بيقولوا على السبت كده؟ بيقولوا على السبت كده الى الان. يبقى شاركوا اسلافهم في الكفر ما شاركهمش. ده الكلمة دي اسوأ من قصة اصحاب السبت كلها، لانها كفر صراح. واما موضوع السبت كان معصية، والكفر اسوأ من المعصية. يبقى قوله تعالى لا بعثنا عليهم الى يوم القيامة ان يسومهم سوء العذاب، هم يستحقون ذلك قطعا. الى يوم القيامة سيظلون على هذا، بل اليهود سيظلون هم اليهود الى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون ليه؟ اليهود هيفضلوا زي ما هم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال يتبعه 70,000 من اليهود. اليهود هم أمة الدجال، والدجال عندهم هو المهدي المنتظر، زي ما احنا كده مستنيين المهدي المنتظر، هم برضه مستنيين المهدي المنتظر، وهو عندهم في عقيدتهم انه الدجال. اول ما يطلع الدجال كل اليهود هيمشوا ايه؟ هيمشوا وراه. المهم احنا فهمنا ايه موضوع السبت وايه قصة الموضوع ده. قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من ايه؟ وما مسنا من لغوب. طيب نكمل معاهم كل المصايب دي على فكرة، خد بالك، كملوا هم يعدون في السبت. بعدين إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اللي حصل إن هم كانوا شغالين على الصيد، تمام؟ فكان العادي بتاعهم بيصطادوا طول الأسبوع وخلاص، بيصطادوا السبت والدنيا كويسة. بعد كده وجدوا إن الموضوع بينحسر، السمك ما بقاش يجي طول الأسبوع وبيجي يوم السبت. بعد كده الموضوع زاد وبقى بيجي السبت بس، السبت بيجي بغزارة حتى إنه لا يرتفع فوق الماء من الازدحام، يعني من كتر ما في سمك السمك بيركب فوق بعضه لغاية ما يبان من إيه؟ ما يبان من على وش المية، تلاقي السمكة طالعة كده بتطلع لهم لسانها وتنزل، واخد بالك؟ ومشكلة وقاعدين بقى شايفين السمك مش عارفين يعملوا حاجة. يجي يوم الحد فيش بسرياية، مفيش طعم حتى، ما واقع، دنيا فاضية خالص ولا أي حاجة. حد 2 3 4 نشفة مية. السبت تلاقي هجوم سمك، في ايه؟ قعدوا كده وهم ايه يعني السبب منهم على فكرة. قال تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا ايه؟ يفسقون. هو بين ان ده ما كانتش كده، ده انت اصلا عندك مشاكل وعندك معاصي، واللي حصل فيك ده عقوبة ليك. ايه هي بقى العقوبة؟ العقوبة هي التضييق في الحلال والتوسيع في الحرام، وهذا خلاف الأصل. الأصل دايما أن ربنا يعامل الأمم بطريقة معينة، أنه يحرم عليها جزء صغير ويجعل الباقي حلال، إذا التزموا كان بها، ما التزموش يبتدي يحصل إيه؟ تضييق. التضييق أن دائرة الحرام تتسع على ضيقها، يعني هي أصلا صغيرة تحس أنها مالية الدنيا، بتاع الصغير ده مالي الدنيا، والدائرة اللي هي الحلال الكبيرة قوي محدش لاقيها. فإذا حصل ذلك في أمة فهي أمة معاقبة، دي عقوبة. إن هو كان الحرام بس السبت وست أيام حلال، مرة واحدة لقوا إن الست أيام مفيش سمك والسبت بس هو اللي بيطلع فيه السمك، دي اسمها عقوبة، ربنا سماها كده. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إيه هو الأصل بقى؟ الأصل إن كل حاجة حلال ما عدا أشياء صغيرة. مثلا قول الله تعالى في الأطعمة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسخا أهل لغير الله. يعني المحرمات في الأطعمة ما فيش، والمحرم في الأشربة إيه؟ الخمر، خلاص هي الخمر. وقال تعالى مثلا المعاملات أحل الله البيع، البيع ده يشمل إيه؟ يشمل الإيجارة والمزارعة والوكالة والمضاربة، حاجات كتير أوي. وحرم إيه؟ الربا بس، حرم الربا بس. طيب ربنا قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. يبقى الأصل إن كل حاجة حلال،
ما عدا في الأطعمة مش عارف إيه وإيه، وفي الأشربة إيه وإيه، وفي البيوع 1 2 3 4 الغرر الربا الميسر الكلام ده خلاص. يبقى الأصل لو إحنا ماشيين على الأصل تبقى الدنيا جميلة أوي، سهل أوي، أكل كل حاجة ما عدا الخمر، أتعامل كل المعاملات ما عدا الربا، أشرب كل الشرب ما عدا الإيه؟ ما عدا الخمور. لو الأمة كويسة هتجد الأمور فعلا هي على الوضع ده. لكن إذا وجدت الأمة أن الأمر يضيق، بمعنى كل البيع حلال ما عدا الربا، والناس مش لاقية غير الربا، كل المعاملات بقت إيه؟ ربا، البنوك ربا، اللي مش عارف إيه ربا، تتعامل مع فلان بالربا، كل الحاجات بقت الربا ده بقى داخل في كل المعاملات، الشركات بتتعامل بالربا، وكل اغلب شغل المحاسبه بقى قائم على الايه؟ بقى قائم على الربا. النت مليان بيع وشراء عن طريق الربا، حتى الحاجات اللي بيعملوها البيع الهرمي ومش بيع الهرمي وبزناس والكلام ده اغلبه ربا، وفي غرر وفي كلام كتير ومشاكل كتير، وفتاوى العلماء على المنع من ذلك. تلاقي الربا حواليك في كل حته، رغم كل حاجه حلال والربا مش قادر، مش عارف بيطلع لك منين. كل الشغل حلال، تيجي تنزل تشتغل تلاقي شبهات، تشتغل في السياحة تلاقي شبهات، تشتغل في البنك تلاقي شبهات، تشتغل في إن شاء الله في الرياضة تلاقي شبهات، تشتغل في طبعا اشتغل في الملابس شبهات، تشتغل في البيع والأكل والشرب شبهات. الله، ما فيش حاجة حلال، كل حاجة فيها مشاكل دلوقتي. ودايما إيه الإخوة اللي عايز يتقي الله فعلا بيتعب قوي، بيتعب قوي، يقول لك مش لاقي حاجة، مش لاقي حاجة كويسة، كل حاجة فيها مشاكل. عايز تتقي ربنا وتعالى، حتى لو انت حاولت تتقي ربنا تتصدم باللي ما بيتقيش ربنا، كل حاجه بتخلص بالرشاوي. طب انا مش عايز ادفع رشاوي، لازم غصب من عندك تدفع رشاوي، في الاسم هتدفع رشاوي، في تشال في مستشفى هتدفع رشاوي عشان تخلص امورك، ما فيش ورقه هتخلص الا برشوه. طب اعمل ايه؟ انت لازم تعمل كده، تنزل تشتغل احلق دقنك، اي حته احلق دقنك. طب ماشي، ده كان في الحاجات معينه دي كله دلوقتي، اي حد يشوفك معلش عم مش اهل ادائك، محل اكل يقول لك يا عم انت هتعمل ايه، زعلان في ايه يعني؟ هو كده تحس تضييق. تروح بنت تشتغل تلاقي شغلانه مهينه فيها معاكسات فيها مش عارف ايه، يقول لك عايزين امراه حسنه المظهر، عايز حسنه المظهر ليه يعني؟ واخد بالك؟ تلاقي كل حاجه فيها مشاكل. الراجل في السوبر ماركت يبيع وقاعد بيبيع سجاير ومش عارف وحاجات كتير كده، طلع من الحاج السجاير وتقي ربنا، يقول لك عارف عم الشيخ هي دي اللي بتتباع اصلا، كل ده منظر، هي دي اللي بتكسبني. انا ممكن اقفل كل ده وافضل واعمل بتاعه سجاير كده بره وخلاص، هي دي اللي بتاكل عيش. كل عنده 100 منتج في السوبر ماركت بيقول لك دي اللي بتاكل عيش. مين اللي عمل فيه كده؟ معصيته وربنا ابتلى بيها. صح؟ مش انت بتشوف كده؟ ما يقدرش يطلع السجاير دي ابدا. تمشي في الشوارع اللي هي ما فيش كل حاجه حلال ما عدا كله بيشرب سجاير، وتلاقي بيشرب حشيش في الشوارع دلوقتي. ايه اللي بيحصل؟ تحس ان الدنيا كلها بقت كده. ده عقوبه، اسمه عقوبه. والعقوبه دي بتاتي الامه اذا بعدت عن الله. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. طب ايه الحل في العقوبه دي؟ في مسارين. المسار الاول انك تتوب وتصالح حالك. يروح ربنا يبدل لك العقوبة دي ويوسع لك تاني الحلال ويرجع لك الحرام لطبيعته ضيق. المسار التاني ان انت تقول طب اعمل ايه بقى؟ خلاص نقضيها بقى. وتروح منشغل بالحرام وما تفكرش ابدا انك انت تتوب، يعني حل التوبة سهل بس لا، هو يغوص في الحرام يقول لك اعمل ايه؟ مضطر. مش مضطر ولا حاجة، انت اللي عملت اصلا في نفسك كده والحل في ايدك. أولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. يبقى في حاجة مقفولة، في حاجة مقفولة وممكن تتفتح. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى دي أول مشكلة. على فكرة أيضا من مظاهر أنك أنت برضو تكون تحس أن حالك مع ربنا مش تمام، دي درجة تانية. يعني الدرجة الأولانية دي درجة صعبة، اللي هي إن أنت تبحث عن الحلال لا تجده، وكل ما تبدأ تبحث ما تلاقيش غير حرام. اعرف إن في حاجة غلط عندك، طالما ما وفقتش كده في حاجة غلط، توب بقى بسرعة، لأنك أنت كده ده نذير شؤم، لأن أصحاب السبت كانوا على الوضع دوت. الحالة التانية ممكن تكون أهون شوية، لأن واحد يكون بيشتغل في الحلال تمام مفيش حرام،
بس بيشتغل كتير قوي والرزق قليل، يعرف ان في حاجه غلط، ان ده مش طبيعي. الطبيعي اللي ربنا راضي عنه خليه يشتغلش كتير ويوسع رزقه. هو ربنا قال كده في الحديث القدسي، قال يا ابن ادم، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى واملأ يديك رزقا. يا ابن ادم لا تباعد مني، املأ قلبك فقرا واملأ يديك شغلا. يبقى دي علامة من علامات انك انت مش مقبل على الله بكليتك، ان انت مقبل على الله بس يدوبك في الايه؟ في العبادة بس، مش حياتك كلها لله. على فكرة وده ممكن شخص عادي بيشتغل حلال بس ربنا بيعاقب عقوبة جزئية. ايه هي؟ خليه يشتغل كتير ويخليه دايما حاسس ان هو ايه؟ مش لاقي. ايه حله دوت؟ حله ان هو يفرغ قلبه لله. تفرغ لعبادتي مش معناه سيب الشغل والا هيرزق ازاي، مش معناه ان انت اقعد في المسجد وما تشتغلش. تفرغ لعبادتي يعني اجعل كل همك الله في الشغل، انت ما بتفكرش غير في ربنا، في بيتك، في الزواج، في العمل، في السعي مع اولادك، همك ارضاء الله بس، همك الدار الاخره بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا الا ما قدر له، ومن اصبح والاخره همه جعل الله غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. هو ده اصبح والاخره. الاثنين راحوا الشغل ولا ما راحوش؟ راحوا الشغل، مش كده ولا ايه؟ ولا ده قاعد في المسجد قاعد راح الشغل؟ الاثنين راحوا الشغل بس والاثنين اشتغلوا وما اشتغلوا، الاثنين روحوا مع بعض وراكبين نفس المواصله. ده بيرزق وده ما بيرزقش، ده قلبه فيه غنى وده قلبه فيه فقر، ده راضي وده مش راضي، وهم شغالين نفس الشغلانه ونفس المرتب ونفس الاسره ونفس المستوى الاجتماعي. لكن ده لما طلع من البيت همه الدنيا، وده لما طلع من البيت همه الاخره. هو ده تفرغ لعبادتي، يعني لا تجعل في قلبك الا انا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لو قدرت تحقق المعادلة دي لابد أن يصيبك الوعد. تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزق. تلاقي ربنا وفقك تشتغلش كتير وراضي. على فكرة الرزق مش لازم يكون تبقى غني، يعني هو قال لك أملأ إيه؟ قلبك. ما ممكن واحد يقول لي طب ما أنا تمام وعادي بس أنا قلبك قلبك. ما ممكن أجيب لك واحد ملياردير ومش راضي، يعني مش هي مش مسألة كمية، المسألة قلبك راضي ولا مش راضي عن الله. أملأ قلبك غنى، هي دي القضية، انك انت تحس انك راضي، راضي مش حاسس انك ناقصك حاجة، ومبسوط ولادك مبسوطين وبيتك مبسوط واهلك مبسوطين وعايش تمام ومت تمام وكل الدنيا مبسوطة منك وراضي عنك وسبت ولادك راضين. هو ده الرضا. ممكن ما تكونش غني بس انت لانك انت فرغت قلبك لعبادة الله. العكس، فرغش قلبك لعبادة الله تلاقي ربنا يشغلك صبح وليل، شغلانة الصبح وشغلانة بالليل وبعد الظهر وقبل الظهر، ما بتنامش وجي حمار بالنهار جيفة بالليل ومش راضي، وحاسس ان انت مسكين لسه وعايز تاني وعايز تالت وعايز اسافر وعايز ارجع وعايز اروح تاني، وحاسس ان انت بتشبعش. اعرف ان في مشكله. لو حسيت ان انت بتشتغل كتير وبتشبعش يبقى دي دليل على بعدك عن الله سبحانه وتعالى. يبقى دي الدرجه الثانيه. في بقى الدرجه الأسوأ من كل دول، احنا قلنا الدرجه ان انت ما تلاقيش غير الحرام فتضطر تشتغل حرام وخلاص. الدرجه الثانيه انك انت تلاقي الحلال بس منهمك فيه بالكليه ومش راضي، دي درجة سيئة برضه. في درجة بقى أسوأ من كل دول، إنك أنت تكون مش لاقي غير حرام ومنهمك فيه بالكلية. دي بقى إيه؟ الدمار كله. إن أنت ربنا ابتلاك بشغلانة حرام وتقول أنا مش لاقي حاجة حلال أشتغلها وشغلت صبح وليل ومش راضي. ده بقى كده إيه؟ أشد الأنواع على الآخر. المهم طيب، هو ربنا قال لهم أو هم كانوا فاهمين وعارفين إن اللي بيحصل فيهم ده بسبب الفسق اللي هم فيه، وهذا يدلك على أن المعاصي هي التي تجلب المصائب. ما تقوليش بقى ايه البتاع غاليه واللحمه غاليه او البتاع غاليه والتاكسيات غاليه، طبعا هنقطع اللحمه، طبعا هنقطع التاكسيات، طبعا قاعدين يعني انا هنعمل ايه يعني؟ هنلحس التراب؟ مفيش حمله يلا نتوب، مفيش حمله كفايه ذنوب، هو كل حاجه قاطع قاطع. وبعدين ما هي مشكله مننا ومن كلنا، انما نبتلى ببعضنا. وقاعدين كل واحد عايز يرمي الشماعه على الثاني، كل واحد عايز يرمي الشماعه، ده يقول لك انا ما غلتش، وده يقول لك اصل التاجر، ده يقول لك اصل بتاع الجمله، وده يقول لك اصل العلف، وده يقول لك ده، وفي الاخر هو الذنب هو المشكله اصلا.
لا ده ولا ده ولا ده ولا ده، ربنا بيبتلينا والناس بتحلها غلط، قاطع عاقب اعمل. طب ما احنا قاعدين نعاقب في بعض، مفيش حد يقول اتقوا الله ترزقون، مفيش حد يقول اطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. فالمعاصي التي تجلب الفقر والمصائب وتمنع الرزق، كان العلاج ان هم يتوبوا، لكنهم لم يتوبوا انما تحايلوا. عملوا ايه؟ بدأت بواحد، واحد جه عند البحر كده وحفر مجرى كده، مجرى مايل، مجرى ايه؟ مايل، وسده، وعمل بعد المجرى المايل ده بير. جه يوم السبت يعمل ايه؟ روح فاتح الايه؟ فاتح المجرى المائي ده، تروح الميه ايه؟ نازله بالسمك، در البير كله اتملأ. تمام؟ يروح عامل ايه؟ قافل تاني. يجي على يوم الحد الصبح يروح قافل المجرى دوت، وبعد كده يقعد يمزمز، يقعد يصطاد بقى ايه؟ يصطاد من البير، اشتغل نفسه. وقيل ان هم نصبوا الشباك يوم الجمعه وجمعوها يوم الايه؟ يوم الاحد. اللي عمل كده في البدايه واحد، واحد بس. راح صاحبنا ده عمل كده وفي الخباثه، وراح البيت وقعد ياكل في السمك، بس المشكله عشان ياكله عمل ايه؟ شواه. ولما شواه جاره شم ريحه السمك، وهم بقى لهم كتير قوي ما اكلوش سمك، فبطنه مشيت، فراح نطله قال له ايه ده؟ السمك ده منين؟ ده ما فيش سمكيه في البلد. قال له بص هقول لك، ما تقولش لحد، اوعى تقول لحد. قال له بص انا عملت 1 2 3 4 بتاع. قال له ماشي انا هعمل زيك. راح التاني عمل زيه، بس عشان ياكل السمك عمل ايه؟ شواه. فراح الجار اللي جنبه ايه؟ شم الريح. راح قال له بص انا مش هسيبكم لغايه ما اعرف انتوا جبتوا السمك ده منين. التالت في الرابع في الخامس بدات اغلب الناس قلدوهم. ايه اللي خلاهم يتجرؤوا؟ على فكره هم في ناس اول واحد ده بالذات قعدوا يتفرجوا عليه كتير، شافوه كده وسابوه، مستنين ايه؟ مستنين عقوبه. قالوا هذا اتخسف بيه الارض ده، ولا ربنا يولع فيه، ولا هيحصل فيه يوم يومين ثلاثه مفيش حاجه، اسبوع ما راجل كويس اهو، طب ما نجرب احنا، مفيش حاجه، ده شكلها مفيش حاجه. لا ده مفيش حاجه، مفيش حاجه يا جماعه، يلا يلا اصطادوا مفيش مشكله. تاخير العقوبه جرأهم. طب وهي المشكله في تاخير العقوبه؟ العقوبه انتم موعودين بيها، هل تصدقون الله؟ ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي. هو واحد يقول لك طب فلان اهو بقاله سنين بيعمل بلاوي وما حصلوش حاجه، وربنا بيديله اهو كمان. ما تستغترش، هي العقوبه تيجي لحظه. هو قارون قعد قد ايه؟ والعقوبه كانت لحظه واحده صح؟ ودول قعد قد ايه؟ فرعون قعد قد ايه؟ ده بعد دعوه موسى، دعوه موسى دعا عليه، موسى دعا عليه، قال سبحانه وتعالى قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين يعملون. قالوا هلك فرعون بعد الدعوه ب40 سنه، 40 سنه معافى بعد دعوه نبي. ربنا سبحانه وتعالى له الحكمه في ابقاء او الايه الاخذ السريع، لكن الاصل انه يمهل وهو حليم. طيب لما فلان ده فضل وربنا ما عاقبوش، المفروض ده يخليك تستحي ولا تتجرأ؟ تستحي، تقول يا شوف كرم ربنا سايبه، كان ممكن يعاقبه في لحظتها، تقول يا اختي لو توب ده ربنا رحمك لغايه دلوقتي. لا هم عملوا العكس، لو سليم معافى قال لك يبقى ايه؟ مش هيحصل له حاجه، راح عملوا الثاني والثالث. فلا تغتر انك تشوف عاصي معافى، ولا تغتر انك تشوف عاصي يعني ما لا يبتلى. الامر ان الله لا يملي للظالم، حتى دي امتى ما تعرفش، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. طيب هم بقى راح عملوا ايه؟ عملوا الحيله ديت. هم بيحتلوا على مين؟ هو السمك هو اللي هم بيلعبوا السمك؟ هو السمك هو اللي بيفكر كده وعمل الحيله دي عشان هم يعملوا كده مع السمك؟ على من تتحايلون؟ مشكله كبيره. عملوا القصه ديت، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الايه الاصحاب عن فعل كفعلة بني اسرائيل، قال لا تشبهوا باليهود، لا تشبهوا اليهود. عشان كده بيقول لك لازم تفهم القصص، لان النبي قال لا تشبهوا باليهود. طب اليهود عملوا ايه؟ قال فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل، تحتال علشان تستحل محرم كده، زي مثلا المحلل في الامه المنتشر، واحد طلق مراته 3 مرات يروح جايب واحد يتجوز مراته ويطلقها ثاني يوم، وبعد كده عشان هو يتجوزها اليوم اللي بعديه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، وسمى الراجل ده سماه ايه؟ التيس، التيس المستعار، وهذا حرام لا يجوز.
الشاهد ان ده نوع من الايه من التحايل، التحايل بتسميه الاسماء بغير اسمها، تسميه الربا المنكر الفظيع الحرب، تسميته فوائد واستثمار وخداع الناس بهذه الانواع من الايه من تسميه الرقص واللعوة والفجور فن ورقي وحضاره، وتسميه الحجاب تخلف، وتسميه الالتزام رجعيه، كل هذا من الحيل لاستحلال المحارم ولتكريه الناس في المستحب في الايه في الامور الواجبه والمستحبه. ايضا الحيله بقول مثلا نريد تجديد الخطاب الديني، نريد تطوير الخطاب الديني، نريد التنوير، تنوير، عارف التنوير ده؟ ها هم تخش لك بالتنوير دي والدنيا تضلم بعديها. تتبع الكلام، ايه هو التجديد اللي عندكم؟ تجديد يعني اسلوب مثلا، نتكلم نتكلم لغات مثلا، نتكلم الناس بلغتهم، يعني نجيب شباب يكلمونا بلاش. ايه هو التجديد؟ التجديد هو تدمير الاصول، تدمير الاصول. قضيه الاتباع دي لازم تنتهي، قضيه الائمه دي لازم تقف عند حد، قضيه تقديس البخاري ومسلم دي لازم تقف، ثم بعد ذلك سيتكلمون في القران. هو ده التجديد عندهم، والمصطلحات جميلة، تجديد الخطاب، تطوير الخطاب، العقلانية، التنوير. وعلى العكس يقول لك الأصوليين الرجعيين اللي هم المفروض الصح يعني. فإذا هذه حيل للخداع، فالأمة تقع في هذا الأمر بالفعل. ألا يخشى من يقع في مثل هذا أن يحصل له كما حصل الأولين؟ الله المستعان. لما عملوا كده الناس انقسموا ثلاث أقسام. القسم الأول أنكر عليه، أو هنقول القسم الأول هم اللي عملوا المنكر، دول بداية المشكلة. بعد كده لما الامر استفحل، خد بالك هو المنكر اتطور في السر في الاول، عشان كده الناس مره واحده لو المنكر انتشر في المدينه فقاموا، لما راوا الموضوع كبر كده خافوا فعلا، فقامت الطائفه وانكرت بشده لما الامر بقى ظاهر. ما هو كل واحد كان بيعمله في السر وكان يستخبى في بيته بتاع لغايه ما اتفضح امرهم. لما اتفضح امرهم، لما اتفضح مش اتكسفوا، لا قالوا خلاص بقى ما دام اتفضحنا خلاص نعمل قدام الناس، وعملوا قدام الناس فعلا، فقام الناس عليهم، قامت الطائفة وأنكرت عليهم إنكارا شديدا وزجرتهم زجرا بالغا. يبقى دي الطائفة الثانية. يأتي بقى الطرف الثالث بقى، اللي هو إيه؟ اللي هو اسم الدرس بتاعنا، الطرف الثالث. الطرف الثالث هم قوم لا فعلوا المنكر ولا أنكروا المنكر، وقفوا في المنتصف، لا مع الحق ولا مع الباطل. ويا ليتهم حتى لما لم ينكروا سكتوا، بل أنهم ثبطوا المنكرين. ليه؟ لأن المنكر دوت بيأنب له ضميره. وأنت لما أنت تنكر وأنا بتفرج كده هحس بتأنيب ضمير. طب حاجة من الاثنين، برضو في مسارين، يا إما أنكر معاك يا إما خليك أنت إيه؟ تبطل. ودي طريقة موجودة في كل حاجة. دايما لما تيجي تلتزم تلاقي الناس كلها بتحاربك. يعني مثلا مثال، الناس مثلا بتحب الشيخ فلان، والشيخ ده ملتحي وبيلبس قفطان وبيصلي في المسجد وبيحضر دروس وبيدي دروس عادي، يحبه جدا. تيجي انت تعمل زيه كل الدنيا تتخانق معاك. ليه؟ لان انت وسطهم. الشيخ ده بنشوفه في التلفزيون، لو مش عاجبنا هنقفل خلاص، مش بيأنب لنا ضميرنا يعني، عادي وبنعتبره كده رمز وملناش دعوه بيه، ده كده من الصحابه وخلاص. لكن اللي قاعد وسطنا ده كان مننا وكان امبارح زينا، فلما هو النهارده هيبقى شيخ احنا يحصل لنا ايه؟ تأنيب ضمير، يبقى احنا غلط بقى. فيبتدي الحرب. حرب، تقول يا عم حاج انت مش حب الشيخ الفلاني، يقول لك بموت فيه. طب انا بعمل زيه، يقول لك لا انت ما تعملش زيه. ليه؟ مش هيقول لك، بس هو جوه عارف يعني هو بينكر عليك ليه؟ ان هو مش عايزك يشوفك وانت بتلتزم قدامه كده، وهو حاسس بيه بقى، هو حاسس ان هو اقل منك، او هو كده انت بتفكرنا كل ما بشوفك بفتكر ان انا بعمل حاجه غلط. فيحصل ينتقل الى التثبيط، يا عم انت بتعمل كده، يا عم كبر دماغك، يا عم خليك في حالك، يا عم مش جنب الحيط. فهو ده اللي عملوه بالظبط. قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ردوا عليهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى الطائفة دي ما عندهاش إيجابية، وفضلا أن هي ما عندهاش إيجابية عندها سلبية، وهي تثبيط الدعاء إلى الله. أنت هتصلح الكون يعني؟ أنت بتكلم الناس ليه أصلا؟ فيش فايدة يا ابني، فيش في الناس، الناس دي فيش فايدة فيها أصلا، والبلد دي ما فيش فايدة فيها أصلا. البلد دي كلها مفيش فايده ما عدا انا طبعا. انا الوحيد اللي فيه فايده في البلد. البلد دي كلها ضايعه يا ابني. مفيش امل في... مفيش امل في البلد. انت بتنحت في الصخر. انت يا ابني عارف بتأذن فين؟ بتأذن في مالطا. مش عارف اشمعنى مالطا. شكله مفيش مسلمين هناك ولا ايه؟ انت بتأذن في مالطا، انت بتكلم نفسك، انت بتخبط دماغك في الحيطه. هي الكلمات ديت. تيجي تعمل اي حاجه في حياتك
يصبطك. تشيل طوبة من هنا تحطها هنا يقول لك شلتها لي، فيش أمل يا ابني شيلها لي، ما في. هو كده. فالنوع ده نوع فظيع، فظيع جدا. النوع ده منتشر جدا جدا، يعني أغلب الناس طيبين، يعني لا هم الفاسدين اللي هم بقى الناس الفاسدين اللي بوظوا البلد، ولا هم شيوخ، هم بقى في النص دول. مش قصدي يعني الصالحين هم شيوخ، بس قصدي ولا هم حتى ناس مصلحين بيصلحوا البلد، ولا بيصلحوا طرق، ولا بيصلحوا هم أي مصلح يعني، سواء كان في الدين أو كان في أمور دنيوية. في بقى كتير قوي اللي هم إيه، حزب الكنبة، اللي هم بيعملش حاجة خالص خالص، لا معدول ولا معدول، ولا ليه دعوة بأي حاجة. هو يتفرج على دول ويتفرج على دول، ويقعد يقطم في دول ويقطم في دول، ولا ليه أي لازمة. مشكلة ان دول أغلب الشعب، وانت لما افترض تتعامل معاهم هم ناس كويسة وطيبين، طب أصلح في الناس دي ازاي اذا كان مش عايز يتحرك، مش عايز يتحرك، وبيجد من يعينه ولا يريد ان يعين، يقول له انت بتعمل كده ليه؟ تصبيط. يبقى النوع ده نوع خطير، اللي هو الطرف الثالث دوت. طب خلينا الاول في رد الطرف الايه الثاني دوت. لما قالوا لهم معذرة الى ربكم ولعلهم ايه يتقون، اختصروا في هذه الكلمة اهداف الدعوة كلها. ايه هو هدف الدعوة؟ هدفين. الهدف الاول معذرة الى ربكم، الهدف الثاني لعلهم يتقون. وخد بالك هم جزموا بالهدف الاول وعلقوا الهدف الايه الثاني، لان الهدف الاول حاصل بلا شك، واما الهدف الثاني فمحتمل. ايه هو الهدف الاول؟ الاعتذار الى الله. انا لما اشوف منكر، هو انا بنكر منكر عشان هو بس يبطل، ولا بنكر منكر عشان انا ما اتسالش عن الموضوع دوت؟ دي الهدف الاول، ده الاول هم ذكروه ده اول. ليه؟ لان الانسان بنفسي نفسي، انا انجو الاول بعد كده انتوا تنجوا، ده طبيعي طبعا. وانا اهلك وانتوا تنجوا مثلا، لا الطبيعي الانسان بيفكر في نفسه الاول. فبداوا بنجاه انفسهم ثم نجاه الناس. انا لما بشوف المنكر وما انكروش انا باثم، من راى منكم منكرا فليغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الصحابي، اثنين صحابه اغتابوا واحد، هو واحد اغتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني ما اتكلمش معاه، قال اني ارى لحم اخيكم بين اسنانكما، رغم ان واحد بس هو اللي هو اللي اغتاب، لكن الثاني ما انكرش عليه، فانكر النبي صلى الله عليه وسلم على الاثنين. طب انا لو ما اتكلمتش مع اللي اغتاب، وما اتكلمتش مع اللي شرب سيجاره، وما اتكلمتش مع اللي مشغل المنكرات، وما اتكلمتش مع الاخت، ما كلمتش المتبرجه، احنا بنقسم. ولما تيجي يوم القيامه هتتسال، وربنا يقول لك فاكر يوم ما شفت كذا ما كلمتش ليه؟ مش كنت تقدر تتكلم؟ ما انكرتش ليه؟ سكتت ليه؟ يبقى اول حاجه انت بتعملها بتعتذر الى الله، عشان اليوم القيامه تلاقي اجابه، تقول يا رب انكرت، يا رب اتكلمت، ربنا مش هيسالك لان انت خلاص هتكون عملت فعلا. فانت بتعتذر الى الله مبدئيا، والاعتذار الى الله ده حاصل لا محاله. اللي احنا هنسميه برضو اجر الدعوه. الدعوه اصلا نفسها ليها اجر، فالاجر ده انت ضمنه في جيبك قبل ما تعمل اي حاجه، ضمنته في جيبك، انت نويت دعوه، خد اخدت الاجر، ونجيت من الاثم، وأمنت نفسك من سؤال الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة معذرة إلى ربكم. خد بالك بقى المعذرة دي هيتفرع عنها هدف تاني، وهي الهدف التاني ده أخطر من الهدف الأولاني، لأن الهدف الأولاني في نجاتك أنت لوحدك. الهدف التاني، لا أنا مش بتكلم عن الهدف التاني في الدعوة، أنا بتكلم عن فرع من الهدف الأول عشان ما تسرحش مني. ركز، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الهدف الأولاني هيتفرع منه فرع، وهو نجاة الأمة من العقوبة الدنيوية، نجاة الأمة من نزول العذاب. إزاي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قالت السيدة أم سلمة، قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا إيه؟ كثر الخبث. يعني إيه كثر الخبث؟ يعني الصالحين قليلين قوي والفسق إيه؟ كتير قوي. فلما يكتر الخبث ده ويقل الصلاح، يبقى في احتمال كبير الأمة دي تعذب. طيب أنا لما بنكر زودت جانب الصلاح ايه؟ واحد. واحد تاني بينكر زميلي في حته تانيه، بقينا اتنين. واحد تالت انكر، بقينا تلاته. واحد رابع، بقينا اربعه. زدنا دفعنا العذاب. العذاب يدفع عن الامه بالكامل بسبب وجود صالحين بين الناس. بس صالحين مش قاعدين ساكتين، صالحين ينكرون ما يفعله الناس. تعال نفصل المساله دي بالراحه عشان تتفهم، المسألة دي تلخبط شوية. إمتى العذاب يرفع وإمتى ينزل؟ العذاب حسب الحال.
هنقول الحالة الأولى. الحالة الأولى أن هناك منكر، في ناس بيعملوا منكرات عادي زي أي بلد، ما احنا ما فيش حاجة اسمها ما فيش منكرات، دي مش موجودة أصلا الحالة دي. أي حالة هيبقى فيها إيه؟ منكرات، تمام؟ الحالة الأولى في منكرات وفي صالحين ينكرون المنكرات وهم ظاهرون، يعني اللي يشوف يلاقي الصلاح ظاهر في البلد والإنكار ظاهر وأهل الصلاح لهم شوكة، فهؤلاء لا يعذبون. انسى بقى طالما ليه؟ طالما في فساد بس الصلاح ايه؟ هو الأظهر وأهل الصلاح واخدين وضع. زيك احنا بنعمل قافلة دعوية، ممكن القافلة دي تمنع العذاب أو تمنع جزء منه، لأن احنا عملنا ايه؟ القافلة بس مش مجرد تعاون على البر والتقوى، لا، القافلة دي إظهار لشعيرة وهي النهي عن المنكر، دعوة الناس. لما الإخوة كده تمشي تملى الشوارع الناس تحس إن في خير، الناس تقول الله أكبر ما شاء الله، يا ريت كل الناس زيكم، ربنا يكتر من أمثالكم، ويمكن واحد يستجيب، واحد يتأثر، واحد يكف، واحد يخبي السيجارة، واحد يطفي أغاني، واحد يبطل شتيمة لما بيشوف الناس دي. يبقى أنت عملت إيه؟ بقى في ظهور للحق وبقى في زهوق للباطل بسبب أهل الصلاح كثرة، رغم إن إحنا مش كثرة بس إحنا لما مشينا مع بعض عملنا إيه؟ عملنا منظر حتى. يبقى القافلة دي ممكن فعلا تمنع عذاب، خد بالك. يبقى ده الحالة الأولى. الحالة الأولى دي ما يحصلش عذاب عام، لكن يحصل عذاب إيه؟ فردي للأهل العصاة بس، كل واحد ينزل عليه ابتلاء كده مع نفسه. الحالة الثانية إن في منكر ظاهر وفي صالحين لكن عاجزين، ضعفة جدا، مش قادرين يتكلموا، ولو اتكلموا هيعذبوا، ولو اتكلموا هيحصل مصيبة، فمش قادرين ينكروا بسبب الاستضعاف. في الحالة دي في احتمالين، الاحتمال الأول ما ينزلش العذاب، الاحتمال الثاني ينزل العذاب. طب الاحتمال الأول إيه دليله؟ دليله إن قريش بعد ما النبي هاجر، خد بالك في الحالة الأولى هتبقى هنشبهها بحالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. ليه؟ لأن الله تعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ليه؟ لأن هو بيظهر الحق وأصحابه ينكرون المنكرات ويظهرون قولة الحق، وكان لهم يعني بعد فترة بقى ليهم إيه شأن شوية. لما هجروا بقى ليه ربنا ما عذبش قريش؟ هو قال ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، صح؟ ليه ما عذبهمش بقى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نزلش عليهم عذاب. ده بقى ظهر في سورة الليل الفتح، قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلموهم، قال لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلموهم، كمل، لم تعلموهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، يعني افترقوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يبقى مين منع العذاب؟ هم شوية الحبة اللي قاعدين في مكة دول. طيب اللي قاعدين في مكة دول بينكروا المنكرات؟ لا. ليه؟ لأنهم أصلا مستضعفين، ده هم بيخبوا إسلامهم، مش قادرين يقولوا إحنا مسلمين، لو قال إن إحنا مسلمين هيبادوا، ما بيتكلموش خالص، بس هم صالحين وسكتهم بسبب الاستضعاف والإكراه، فبسبب دول ما نزلش عذاب على أهل مكة. وفي احتمال تاني ينزل عذاب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن جيش، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، ده في آخر الزمان يحصل، يغزو جيش الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخسف بهم الأرض بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها قالت الرسول يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم وفيهم المجبور، يعني رايح مكره وهو صالح بس اضطر يروح مش قادر بيكرهوه، يبقى ده صالح ولا مش صالح؟ صالح اهو، فيهم المجبور وابن السبيل والمستبصر، واحد جاي يبيع، واحد جاي، طب كل دول يتعذبوا ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وفي حديث آخر قال إذا زارت المعاصي عم الله الجميع بالعذاب، قالت يا رسول الله أيهلك الصالحون؟ قال نعم، قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يبعثون إلى مغفرة من الله ورضوان. يبقى دي الحالة الثانية، إذا نزل العذاب في بلد فيها صالحين يعني إما بينكروا أو مش قادرين بسبب الاستضعاف، بيكون العذاب ده رحمه بيهم، عشان كده دي الحاجه دي تفهمك حاجات كتير بتحصل في العالم، وفي صالحين يقول لك طب دول هلكوا ليه؟ طب ماشي دول بيعملوا منكرات، طب دول هلكوا معاهم ليه؟ يبقى المنكر كان ظاهر جدا جدا والصلاح كان ضعيف قوي، لدرجه ان الصالحين اما بيتكلموا ولا اثر لهم
أو مش قادرين يتكلموا إيه أصلا. في الحالة دي ننزل العذاب، ودول اللي يدخلوا الجنة وتبقى العذاب ده رحمة بيهم، ودول إلى الجحيم. الحالة الثالثة إن يكون في منكر ظاهر وفي صالحين بس ما بينكروش، هنا بقى العذاب بينزل، بل يبدأ بالصالحين. الله المستعان. أرسل الله الملائكة إلى قرية لكي تهلك أهلها، فقالت الملائكة يا رب قالوا يا رب إن فيهم فلان عبدك الصالح بيعبد ربنا على طول. قال به فابدأوا، به فابدأوا فإنه لم يتمعر وجهه في سبيلي يوما واحدا. بيصلي ويصوم بتاعه ملوش دعوة بأي حاجة، بل يرى المنكرات ولا ينكرها حتى بقلبه، فمن كره فقد سلم. هو بقى ما بيكرهش حتى، عادي اللي عايز يعمل حاجة يعملها، حرية، يعمل انت عايزه، انا ماليش دعوة بيك وانت ماليش دعوة، انت مالكش دعوة بيا، وعايش على كده. ربنا بدأ بيه هو. يبقى اذا كان الصالحين موجودين لكن لا ينكرون المنكرات، يبقى ينزل عليهم الايه؟ العذاب. قال قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى ياخذوا في حديث غير، انكم اذا مثلهم. يبقى ينزل عذاب على كله، انت زيك زيهم، انت ما بتنكرش. بشوف خطوره ان انت ما تنكرش، مشكله كبيره. النبي صلى الله عليه وسلم بين برضه حاله زي ديت، قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم كانوا في سفينه فاستهموا فكان بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، المركب دورين، في برد وفي قاع السفينه، فعمل قرعه مين يقعد فوق، يقعد ناس قعدوا فوق ناس قعدوا تحت، فالناس اللي تحت كانوا كل ما يعوزوا ميه يطلعوا للناس الايه اللي فوق، هاتوا لنا ميه يا جماعه وبتاع. وبعد كده قالوا احنا وجعنا دماغنا كل شويه نطلع كل شويه، احنا نعمل ايه؟ نخرم خرم تحت والميه تجي لنا وخلاص. الله ينور عليك، ايه المخ ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا تركوهم هلكوا جميعا، واذا اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. فيبقى دي قلنا الثلاث حالات. يبقى احنا كده في الهدف الاول من الدعوه هو المعذره الى الله. الهدف الثاني لعلهم يتقون. الهدف ده جميل، وربنا قال فيها لعلهم ليه؟ لانه احتمال فعلا، ودي الثمره الجميله بتاعت الدعوه، ان ربنا يكرمك كده تدعو واحد يستجيب. الله اجمل حاجه، تعالى صلي يجي يصلي، لو عارف ايه ده انت بجد هتيجي تصلي؟ لا خلاص ما. ده انا كنت بجرب. لو في احيانا ممكن ما تصدقش، تقول له هتصلي يجي يصلي كده بسرعه، ايه ده مش هتجادل، مش هتقول لي انت مالك، مش هتخانق معايا يا عم الشيخ؟ والله اول مره اشوف واحد كده الصراحه، ما شاء الله عليك. فدي الثمره دي من ندرتها احيانا الواحد بيستغرب، يعني صارت نادره في هذا الزمان ان انت تدعو واحد يستجيب على طول، دي سبحان الله. لكن دي جميله. بس على فكره اسال نفسك انت السؤال دوت، انت لما ينكر عليك بتستجيب على طول؟ تقول له انا بعمل حاجه غلط، ده انا شيخ. لا لا استنى بس، لما بتعمل مشكله مع زوجتك وبتخالف شرع ربنا في التعامل في الزواج وفي الطلاق وفي المشاكل، ويجي الناس ينكروا عليك، بتعمل ايه؟ بتبقى اخ ولا بتبقاش اخ؟ لما في البيع والشراء وتخدع وناس تتخانق معاك وفعلا انت واخد واكل فلوسهم وعامل، ويجي ينكروا عليك، تستجيب تبقى اخ ولا بتبقاش اخ؟ والالتزام لا يتجزأ، وما تحاسبش الناس على حاجه انت بتعملهاش. مش قصدي، لكن قصدي ابدا بنفسك، يعني ربنا يبتليك بالناس تدعوهم وما يستجيبوش ليك، لكن لو انت نفسك بتستجيب بسرعه يمكن ربنا يكافئك ان دايما يوقعك في ناس ايه؟ استجيبوا ليك. ولو استجاب ليك هتاخد اجره واجر اللي بعده واجر عياله وعيال عياله وكل الناس اللي هيعلمهم بعد كده. يبقى ده بقى مكافاه ربنا يديها لمن يشاء. قال ليه؟ ولعلهم يتقون. طيب لا انا دي ما حصلتش، اياس، هنقول الهدف الثاني. خد بالك الهدف ده هنقسمه حتت. الهدف الاولاني ان هم يستجيبوا، طب ما استجابوش، هنقول اثنين قد يستجيب بعد التكرار، مش لازم يستجيب من اول مره، قول له تاني بعدين، وبعد كده مره هات له بشكل الطف، وبعد كده مره هات له هديه وقولها له، وبعد كده مره استغل ان هو حد مات له ولا حصلت له حادثه ولا بتاع كلمه تاني، ثالث رابع عاشر. في ناس بيلتزموا بعد 100 مره. يبقى انت ما تقولش كلمته ولا ما استجابش، الثانيه الثالثه الرابعه، مش لازم انت، ممكن هو انت انكرت عليه مره وسبته، بعد كده في واحد تاني انت ما تعرفوش انكر عليه، بقى ده نمره كام؟ اثنين. بعد كده في واحد تالت انكر عليه، واحد رابع، واحد خامس، بعد العاشر بطل. العاشر ده بقى عاشر بسبب ان كان في مين؟ اول، وكان في تاني وتالت ورابع وتاسع، لولا الاول ما كانش العاشر بقى ايه؟ بقى عاشر. يبقى اذا هو التزامه بعد العاشر نتيجه تراكمات، مش نتيجه العاشر، نتيجه الاول والتاني والى العاشر.
يبقى أنت كنت سبب في هدايته وسبب في هدايته. مش بيحصل إن أخ واحد يتصل بيه بعد سنين يقول له ازيك يا شيخ فاكرني؟ أنت مين يا ابني؟ شيخ أنا الواد اللي أنت كلمته في الشارع ده اللي كنت بعمل بلاوي ده، جزاك الله عني خير يا شيخ والله، أنا دلوقتي ربنا كرمني وهداني وبقيت كويس ومش عارف إيه وبعمل وبسوي. تقول يا سبحان الله، ده أنا قلت يومها قلت الواد ده مفيش فايدة فيه. تقول استغفر الله أنا أعلم سبحان الله. تقول يا ابني أنت تبت إزاي؟ قال لك والله سافرت ورحت وقابلت ناس وقابلت إخوة طيبين وكلموا افتكرتك والله يا شيخ، والله يا شيخ أنت أول واحد أثرت فيا. يوم ما كلمتني أنا عمري ما أنسى اليوم دوت. أنا عارف إن أنا زعلتك يومها بس أنت أثرت فيا. مش بيحصل؟ بيحصل كتير. يبقى أنت توقع إن حصل حاجة في قلبه، وهو دي الثمرة اللي بنقول عليها النكاية. نكاية في القلب، حصل حاجة في قلبه. مش كل الناس على الأقل بتقول له أنت صح، في واحد قال له أنت غلط. فأنت عملت له إيه؟ علامة كده. لو التاني بقت علامة تانية لغاية ما تبقى بقعة كبيرة كده يبتدي يتأثر. النكاية. خالد بن الوليد يا جماعة أسلم بعد كم مرة دعا للإسلام؟ كتير جدا. ده أسلم قبل فتح مكة. وعمر بن العاص. وبعد كده بقى إيه؟ بقى خالد وبقى عمرو وبتاع. لو كان المسلمين بعد سنة سنتين دعوة قالوا مفيش فايدة، خلاص لا خالد ولا عمرو. تمام؟ يبقى إذا القضية إنك أنت بتعمل النكاية وإنك أنت بتعتمد على التكرار. طيب نقوله ثمرة كمان، سميها الثالثة أو الرابعة، شوف أنت بتعدها إزاي. ثمرة غير مباشرة. إيه هي؟ أن يلتزم شخص آخر. تحصل تيجي تكلم واحد، واحد تاني يتأثر، صح؟ تيجي تكلم الناس في المسجد ولا واحد فيه مستفاد، في واحد كان معدي في الشارع سمع الميكروفون يتأثر، مفيش ولا واحد في المسجد استفاد من الدرس. حصلت قبل كده الشيخ شريف الهواري. الشيخ شريف الهواري ده من أكبر مشايخ العمرية يعني. بيحكي قصة، بيقول أنا كنت بكلم الناس في الأحداث الأخيرة دي والدماء والقتل وبتاع، بكلمهم عن حرمة الدماء. بيقول يعني ثمرة الدعوة، ده بركة الدعوة، ربنا بيبارك. ممكن تقعد تتكلم في المسجد هنا تغير منكر لا تعلمه. بيقول بعد الدرس دخل عليا واحد قاعد يبكي مش بيبطل بكاء، وشكله غلط أصلا يعني. بيبكي بيبكي مش حد، ما فيش حد عارف يبطله. بيقول بعد مدة بطل بكاء، قالوا له مالك؟ قال له شيخ أنا كنت ماشي وطلع له سلاح رايح أقتل واحد، وأنا معدي سمعتك بتتكلم في الميكروفون، وقفت 5 دقايق أسمع، رحت دخلت الدرس ومن ساعتها ببكي لغاية دلوقتي، وأنا تبت يا شيخ ومش هروح أقتل وأنا أستغفر الله وبتاع. شوف سبحان الله، كان رايح يقتل واحد فعلا ومعاه السلاح، طلعه للشيخ قال له أنا كنت رايح دلوقتي أقتله، كنت رايح عديت جنب المسجد كده سمعتك وأنت بتتكلم تبت. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة قاعد يدعي في الناس، يدعي فيهم في مكة ومفيش فايدة، مين اللي أسلم؟ الجن. وما يعرفش انهم موجودين. الجن اسلموا. قل اوحي الي انه ايه؟ استمع نفر من الجن. طب هو كان عامل حساب الموضوع ده؟ لا. يبقى اذا مش ضروري ان انت اللي كلمته استجابش، مفيش فايده. ممكن واحد سمع، ممكن واحد شايفك من بعيد يقول ما شاء الله نفسي ابقى زي الاخ ده، يخش مسجد يلاقي اخوه يقول لهم انا نفسي اشتغل في الدعوه، انا شفت اخ النهارده ما شاء الله عليه بيلف في الكليه وبيلف في الشارع، عجبني قوي شكله، نفسي ابقى زيكم. والاخ ما يعرفش ان فلان ده اتاثر بيه، وكل اللي كلمهم ما استجابوش، وفي كذا واحد استجاب بدون ما هو ايه يشعر. يبقى ده اثر. طيب الاثر الثاني ان انت بتخلي المنكر يتحجم. يعني يتحجم مكانه، صاحبه مش هيغيره بس مش هيزوده. لو هو شاف ان انت انكرت عنده الحته دي فراح ليه؟ قال خلاص انا مش هبطل بس مش هقدر ازود بقى، ان اخوه كده هي ايه اذا كان بعمل كده منكروا عليا. فانت حجمت الايه؟ حجمت المنكر. يبقى هو لو 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 انت انكرت عليه وهو بيشتم مثلا واحد بس بنفسه هيخاف يشتم بالام، صح؟ لو انكرت عليه شتمه بالام مش هيسب الدين. لما انا اسكت الامر يتطور، ولما يتطور انا اللي اتلسع. بمعنى دلوقتي كلنا بنشتكي من التكاتك، صح؟ صوتها العالي، ايه الموسيقى ديت؟ ايه الدوشه ديت؟ مفيش ادب، مفيش رحمه، مفيش اعتبار لاي حاجه، كله بينكر، صح؟ طب ما لما كانت الموسيقى هاديه والصوت كان واطي والاغاني كانت حلوه ما كنتش بتنكر. الموضوع اتطور لغايه ما وصلنا للمأساة ديت، ودلوقتي بتقول مش كله بينكر. هتغيره ازاي؟ استفحل المنكر، لان هو لما كان صغير ما انكرتوش. دلوقتي اللي كان زمان بيشوف بنت بتتعاكس ولا بتاع ما كانش بينكر.
بنتكلم في تحرش مش عارفين نحلها ازاي، والموضوع بقى يوصل لاختك وبنتك وبدات تنتفض. انتفضت دلوقتي بعد ما استفحل؟ لو كلنا كنا انكرنا المعاكسه كانت وقفت لغايه المعاكسه وما عدتهاش، لكن هي عدتها بسبب ان الناس ايه ما انكروش. خد بقى على كده كتير، ممكن تلاقيه في بيتك بعد كده، تطلع البيت تلاقي ابنك بيشتمك، بابا يقول لك بابا انت ابن كذا، ايه يا ولا اللي انت بتقوله ده؟ عيل صغير مش فاهم حاجه بقى. يا ابني ايه اتعلمتها فين؟ يلا اصل في واحد واقف في الشارع تحت طول النهار بيقول يا ابن كذا ابن كذا، فانا ايه اتعودت يعني. وانت طول عمرك بتعدي على الولد ده عمرك ما انكرت عليه الكلمه ديت، انت اتشتمتها في البيت او من ابنك الصغير، لانك انت عمرك ما انكرت، عمرك ما قلت لابنك الكلمه يا ابني الشتيمه دي حرام منكر بتاع، فهو افتكر شايف بابا بيعدي ما بينكرش والواد قاعد يشتم، قال لك يبقى صح، فراح قال لبابا قال لي يكرم بابا بقى، فراح قال له انت ابن كذا، واخد بالك؟ بيحصل تمام. يبقى ده من الثمرات. ايضا من الثمرات ان انت انكرت على فلان تمام، هو مش هيبطل، قلنا ان المنكر مش هيستفحل، وفي واحد جنبه كان ناوي يعمل المنكر محش هيعمله، انت ما حسيتش الموضوع دوت. لما شوقي بتنكر على واحد عمل قال لك بلاش اعمل احسن. اقول لك مثال السؤال بتاع كل سنه، صايمه ومتبرجه ازاي؟ منين صايمه ومنين متبرجه؟ ايه الفرق بين الصيام والتبرج؟ او في ايه الفرق بين الافطار في نهار رمضان وبين التبرج؟ على ضوء الكلام اللي بقوله ده، ان الناس كلها بتنكر ايه على المفطر في نهار رمضان، والناس لا تنكر على الايه على المتبرجه، فتجرأت على التبرج ولم تتجرأ على الايه على الافطار في نهار رمضان. خد بقى الثمره اللي بعد كده، ان هو في الاول هيعملها لان كل الناس هتنكر عليه، بعد كده هيتعود وبعد كده هيعملها لله فعلا. سؤال، المتبرجه اللي صامت في رمضان صايمه عشان خايفه منك ولا صايمه لله؟ صايمه لله. طب ليه صايمه لله؟ لان هي الفت طلعت لقت ان كل الناس ما بتعملش الموضوع دوت، فالفته وعملته لله، بس لسه متبرجه لان مفيش حد بينكر عليها الايه التبرج. شوف بقى كم مصلحه لعلهم يتقون دي، كل ده احنا بنتكلم ان اللي بيعمل منكر نفسه ما غيروش، بس كل الثمرات دي حصلت واللي بيعمل منكر نفسه ما غيروش، فاضل واحده بس ان هو يغير المنكر ده بس. انت كل ده ممكن تكون ايه ممكن تكون كسبته. بعد كده بقى في اخر حاجه، ربنا قال فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كده الناس بعد ما المنكر استفحل وصل مرحلة عملوا بينهم وبين الناس اللي بيعملوا ده سور، قسموا القرية نصين عملوا بينهم سور، خلوا الناس اللي بيصطادوا في حتة والناس اللي بينكروا في حتة، قالوا لهم احنا مش هينفع نقعد مع بعض. يوم يومين ثلاثة بعد كده هم ما لهمش صوت خالص، قال لك في ايه مالهم؟ ما طلعوش النهارده يصطادوا، ما عملوش حاجة، راحوا تسلقوا السور نظروا فإذا قردة وخنازير، فدخلوا عليهم كسروا الأبواب ودخلوا عليهم، مش فاهمين مين دول لا يعرفونهم. قال فكان القرد يعرف أخاه ويعرف عمه ويعرف ابن عمه، وكان القرد يقترب من أخيه الذي كان ينكر عليه ويبكي، فعرفوهم أو ما شاف قرب منه كده ويقعد إيه يقرب منه ويتمحك فيه كده ويقعد يبكي، فعرفوهم بقى الواحد فيهم عرف ده اخويا ده ابن عمي. فقال له لقد كنت انهاك لقد كنت انهاك، وصاروا قرده صاروا خنازير. فين بقى الطرف الثالث؟ محدش عارف. سكت القران عنهم. قال العلماء لما سكتوا سكت الله عنهم. هو ربنا قال أنجينا، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم دول ما داي. فين بقى التانيين؟ في ناس ناقصة كده، فين هم؟ فين اللي قالوا لما تعظون قوما؟ سكت الله عنه. ويظل السؤال الحائر إلى الآن، أين ذهبوا؟ هل نجوا مع الناجين أم هلكوا مع الهالكين؟ تخيل بقى المشكلة دي، محدش عارف لغاية دلوقتي راحوا فين. ابن عباس كان يقول في بداية الأمر أنهم هلكوا، وده كان رأي ابن عباس، وكان يبكي ابن عباس
يبكي كلما ذكر هذا الأمر، يقول لقد رأينا أشياء وسكتنا. أنت شفت إيه؟ شفت إيه يا ابن عباس؟ شفت واحد بيشرب حشيش في الشارع؟ شفت واحدة ماشية عاملة نايلة على عينها في الشارع؟ شفت إيه؟ شفت القنوات وفضائيات وشفت عري ومسابقات؟ شفت إيه يا ابن عباس؟ وما إحنا نقول إيه؟ لما ابن عباس بيبكي بيقول لقد رأينا أشياء وسكتنا، لغاية ما عكرمة جادله في المسألة. وعكرمة ده تلميذ ابن عباس، عكرمة قعد معاه مرة وما سابوش إلا لما أقنعوا إن هم إيه؟ نجوا. فقال عكرمة له، قال ابن عباس: ألم يقل رب العزة فلما عتوا عما إيه؟ نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال ابن عباس: من الذين عتوا عما نهوا عنه؟ ففرح ابن عباس قال: والله فلما أقنعته بذلك كساني حلة، اداني هدومه هدية من فرحته إن عكرمة أقنعه إن هم إيه؟ نجوا ما هلكوش. بس على فكرة يظل ده اجتهاد من عكرمة، والقول الأول ابن عباس قول قوي، ونقول إن كلام عكرمة كلام قوي طبعا، إن ربنا قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم، يبقى الذين عتوا عما نهوا عنه هم اللي اتقلبوا، والتانيين نجوا بفضل الله تعالى. زي مين؟ زي بتوع قارون، قالوا أي كأن قال لولا أمن الله علينا لقد نجاهم برضو، ممكن دول يكون نجوا برضو كده من عند ربنا رغم أنهم ما يستحقوش. لكن برضو أقول محدش يقدر يحلف لك أن هم نجوا. أنا أحلف لك أن اللي أنكروا نجوا، وأحلف لك أن عملوا المنكر هلكوا، لكن ما أقدرش أحلف لك أن اللي سكتوا نجوا. أقول احتمال كبير يكونوا نجوا واحتمال يكونوا هلكوا، ونقول سكت الله عنهم فنسكت أيضا عنهم. الناس ديت قلنا لهم كونوا قردة إيه؟ خاسئين. تعرف فين الذل وفين العز؟ الذل في معصية الله، والعز كل العز في طاعة الله سبحانه وتعالى. طب اللي اتمسخوا دول راحوا فين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقب. لم يتناكحوا، لم يتناسلوا، قالوا عاشوا 3 أيام لم يأكلوا ولم يشربوا ثم ماتوا. عشان كده البعض يقول لك ما تقولوش ان اليهود ابناء القردة والخنازير، انما هم اخوان القردة والخنازير، لانهم لم يكن لهذه القردة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد كان القردة والخنازير قبل ذلك. عشان يفهمش ان ده مبدا نسل القردة والخنازير، بل لم يكن لهؤلاء المسوخ نسل. احنا بقى نطلع طلعنا بايه؟ طلعنا ان احنا نلتزم بما تعلمناه في هذه القصة، لأن ربنا قال لنا باختصار في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا خير خاسئين، قال لبني إسرائيل. وبعد كده قال لنا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وإيه؟ وموعظة لمين؟ إن كنتم متقين فستنتفعون بهذا القصص. وهذا يعني هي دي المصلحة من سرد إيه؟ هذه القصص الكريمة. فتكلمنا عن الدعوة إلى الله، ثمرات الدعوة، أن الدعوة هي الخير. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتروا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم وأهلها صالحون ولا مصلحون. صالحون بس ما ينفعش، لازم نكون. يبقى أنا كلنا جماعة ننوي الإصلاح ما استطعنا، تنكر على الابن، على الزوجة، صاحبك. مسألة بقى فقه الإنكار، فقه الدعوة، ده موضوع تاني. أنا مش عايزك غشيم، عايزك عندك فنيات، ما تعملش مفسدة، اكسب قلوب الناس. مش هينفع اطول عن كده، لكن دي فنيات هتاخدها في درس تاني. لكن ابدأ اتعلم، هتغلط، هتعك الدنيا، هتلاقي نفسك مرة تنرفزت على واحد معلش، فيش حد يتعلم بالسهل، مرة مع مرة هتكسب الفنيات دي، هتتعلم، وهتكون بإذن الله سبب في رفع ولو جزء من العذاب اللي نازل على الأمة دي كلها من سلطان، من تسلط الكافرين والغلاء والوباء والشقاق وتسلط الظالمين. كل ده يعني بإذن الله يكون إنكرنا لي سبب في تخفيف العذاب عن هذه الأمة المباركة. نكتفي بالقدر ده وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.